السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبب التدفق المنفلت للأخبار والرسائل والتسجيلات الصوتية والمصورة التي تخوف الناس من كورونا وتحذر منه، سبب حالة من الخوف والقلق في نفوس الناس عالميا، استوى في ذلك المسلمون وغيرهم، حتى كتب أحدهم متسائلا: هل يخاف المسلمون كورونا أكثر من الله؟ هذه الحال تدفع إلى السؤال عما إذا كان يليق بالمسلم أن يقع فريسة للخوف من الوباء أو من آثاره الصحية أو الاقتصادية، وهو من حيث الأصل ممتلئ القلب طمأنينة واستسلاما لقضاء الله وقدره. هل الخوف أي خوف يتصادم مع الشريعة والعقيدة، أم هو خوف دون آخر؟ مشاهدين الفاضلين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج مقاصد، وهي تطرق موضوع الخوف والمسلمين وكيف عالج الإسلام هذه القضية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور علاء الدين الزاكي، أستاذ الشريعة في جامعة الخرطوم. أهلا ومرحبا بكم دكتور، ضيفا عزيزا على هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم وبجميع الإخوة المشاهدين لقناتكم المباركة على امتداد أثيرها. نعم، ونحن في هذه المناسبة والحديث على الخوف، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في السودان وفي كل العالم العربي والإسلامي في خير حال، آمنين من الخوف والهلع. موضوعنا هذه الحلقة دكتور عن الخوف. الخوف ربما يكون حالة غريزية في الإنسان، معترف ومسلم بها، لكن نريد أن نعرف هذه الغريزة في الميزان الإسلامي، كيف ينظر الإسلام إلى ظاهرة الخوف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر للإخوة في قناة الرافدين على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق في عرض هذا الموضوع بطريقة تحقق المقصود. وكما ذكرت أخي الفاضل الدكتور جهاد، أن الخوف هو من المسائل الفطرية التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، فهي موجودة في كل مخلوق، بل في كل الموجودات. والله تبارك وتعالى وصف الملائكة بأنهم يخافون ربهم فوقهم، وذكر عن بعض الأنبياء الذين هم يعني رسل الله تبارك وتعالى واصطفاهم الله عز وجل واختارهم واجتباهم، ذكر فيهم كما ذكر عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وذكر مواقف لعدد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهذا كله يصب في خانة الخوف الفطري الجبلي الذي جبل الله تبارك وتعالى الناس عليه أو جميع الموجودات عليه، حتى الحيوانات التي لا تعقل تعتريها لحظات الخوف عندما يدهمها يعني عدو. تجد الآن تجد بعض من يمسك بعض الطيور أو بعض حتى الأسود المعروفة بالشجاعة، فإن الخوف يعتريها في حالة حدوث خطر عليها من قوة أكبر منها. لكن المهم في هذا الباب كما ذكرت أخي دكتور جهاد، أن الإسلام عندما نظر إلى الخوف كفطرة موجودة في دواخل الإنسان، نظر إليها من ناحية تهذيبها، وكعادة الإسلام أنه يهذب الفطرة التي قد تكون موجودة في الإنسان. مثلا إذا ضربنا بعض الأمثلة حتى نقرب الفهم للإخوة المشاهدين، أن الله تبارك وتعالى فطر الرجل على حب الاجتماع بالمرأة، وفطر المرأة على حب الاجتماع بالرجل. ولما جاءت التشريعات ما صدم هذه الفطرة ومنع التقاء الرجال مع النساء مطلقا بغير في أي مكان على أي وجه، ولم يفتح لهذا الفطرة الباب على مصراعيه حتى تحدث في المجتمع ما لا تعود عاقبته، وإنما جاء ذبها فشرع موضوع الزواج. وكذلك في موضوع المال، الله تبارك وتعالى فطر الناس على محبة المال كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فلما جاءت التشريعات الإسلامية ما صادمت هذه الفطرة ومنعت الناس من التملك، فأدى ذلك إلى 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 مصادمة الفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، ولا فتح الباب لهذه الفطرة على مصراعيه أن الإنسان يأخذ المال بأي طريقة وبأي وسيلة، وإنما حدد مخارج شرعية محددة بها يتحقق المقصود من امتلاك المال. وفي هذا يطبق على الخوف، الله تبارك وتعالى إذا جاء ومنع الناس من الخوف
هذا يصادم الفطرة، ومصادمة الفطرة يعني التناقض بين الشرع وبين الخالق تبارك وتعالى، لأن المصدر واحد ولا يمكن أن يتناقض أصلا بأي حال من الأحوال. فالخالق هو الذي شرع، فإذا تعارض الخلق مع الشرع فإن هذا يعتبر تناقضا، لأن المصدر واحد هو ربنا تبارك وتعالى، ويستحيل أن يحصل هذا التناقض بين هذا وذاك. لذلك جاء الإسلام وهذب فطرة الخوف وجعل لها طرقا واضحة بينة، فجاءت التشريعات المباركة التي سنتعرض لشيء منها إن شاء الله في هذه الحلقة بحول الله تبارك وتعالى، جعل الطريق المشروع والطريق الممنوع الذي ينبغي أن يبتعد عن الإنسان عند ملامسة هذه الفطرة. نعم، هذا يعني كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة، ربما نبحثه بعد الفاصل في مرحلة متقدمة من الحلقة. لكن أريد أن أسألك، هل ميزت الشريعة بين أنواع من الخوف فأقرت أحدها ونبذت غيره؟ طبعا من المؤكد غير الخوف الجبلي، يعني هناك خوف، يعني خوف الله تبارك وتعالى أقره وجعله أصل، يعني كالخوف من الله عز وجل، فلا بد لكل مخلوق. لأن أصلا العبادة يا أخي جهاد والإخوة المشاهدين، أن العبادة قائمة على أصلين أساسيين، اللي هو المحبة والتعظيم، وبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم يكون الخوف والرهبة. لذلك الله تبارك وتعالى وصف آل زكريا عليه السلام على دين أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهنا لذلك الشريعة جاءت يعني أوامر ونواهي، لأن من أحب الله تبارك وتعالى رغب في تنفيذ أوامره، ومن خاف الله تبارك وتعالى اجتنب زواجره ونواهيه. فلذلك العبادة تقوم على هذين الأصلين، المحبة والتعظيم، يعني يسموه نقول الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة. لذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات خوفا وطمعا، يعني تجد أكثر من 5 مرات تكرر هذا القرآن الكريم، يعني خوفا وطمعا، يعني خوفا من الله تبارك وتعالى وطمعا فيما عنده. فلذلك الخوف المقبول شرعا الذي يجب على كل إنسان أن يعرفه هو مخافة الله تبارك وتعالى بالاجتناب عن زواجره ونواهيه والرغبة في تنفيذ أوامره تبارك وتعالى. لكن هذه المسألة سبحان الله، إذا أنت عظمت الله تبارك وتعالى في قلبك، لذلك ربنا قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لو أنك عظمت الله تبارك وتعالى وتخيلت في نفسك عظمة الخالق عز وجل الذي أوجد هذا الكون وما فيه، عرفت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يستحق المخافة، أن تخاف الله تبارك وتعالى لأنك تعلم عظمة الله عز وجل. وحين الإنسان عندما يكون خائفا من الله تبارك وتعالى يظهر الخضوع والتذلل والانكسار لله تبارك وتعالى، وفي تنفيذ ما أمره به تبارك وتعالى وبالابتعاد عما نهاه عنه. لكن هناك خوف مذموم في الشريعة قطعا قولا واحدا، لذلك المولى تبارك وتعالى لما قال فلا تخافوهم وخافوني، يعني المولى عز وجل ذكر المخافة، مخافته تبارك وتعالى ومخافة غيره، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فحدد المولى تبارك وتعالى أن بعض الناس بيخاف من الشيطان أو بيخاف من أولياء الشيطان، يعني الشيطان مثلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني بمعنى إنه الشيطان قد يحدث في بعض الناس مخافة ورهبة. فهذه المخافة وهذه الرهبة أيا كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فالمؤمن الحق هو الذي يعقد مقارنة بين عظمة الخالق عز وجل وبين ضعف المخلوق. فعندما يعقد هذه المقارنة فإن مخافته لله تبارك وتعالى تكون أعظم وتكون أشد من مخافة المخلوق، وهنا تكون مخافة المخلوق يعني مذمومة، خاصة إذا تعارضت مخافة المخلوق مع مخافة الله تبارك وتعالى. بمعنى إذا أمرك المخلوق بأمر يخالف أمر الله عز وجل، فأنت الآن وقفت بين أمرين، أيهما تخاف؟ لذلك المؤمن الحق تجده أمام عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته، أنه يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، وإن تعارض ذلك مع خوفه من المخلوق فتجده ثابتا على دينه غير مبدل ولا مغير ولا متلاعب بشرعه
وبشرع الله تبارك. نعم، لكن الحديث عن الخوف والخوف من الله تحديدا دكتور علاء الدين، هل يجتمع الخوف من الله إذا ما كان المرء يخاف الله حق خوف ويخشاه حق الخشية، هل يجتمع هذا الخوف والخشية في قلب المؤمن مع الخوف من المخلوق؟ وأمثل لذلك بالصحابة الكرام، يعني كان الصحابة يندفعون إلى المعارك ويندفعون إلى معسكر الأعداء، أحيانا الصحابي بمفرده فيقتل منهم ما شاء الله ثم بعد ذلك يموت واقفا مقبلا غير مدبر، هذا إنما يدل على تحرره من الخوف من المخلوقات. هل يبنى على هذه القاعدة أم هذه خاصة كرامات لبعض الأفراد لأولي العزم من المؤمنين مثلا؟ في بعض الأحيان قد تظهر على الإنسان حالات الخوف الجبلي، يعني مثلا في حالة المعارك، ولا شك أن المعارك قد تذهب فيها الأرواح، وأعظم ما يمتلكه الإنسان روحه التي بين جنبيه، فتعتري الإنسان في تلك اللحظات بعض الحالات حقت الخوف. ولكن هذه حالة الخوف قد تأتيها حالة أعظم منها، هي الخوف من الله تبارك وتعالى، فتدفع هذه الحالة حالة الخوف الجبلية التي هي موجودة في قلب الإنسان من الموت، تدفعها وتبقى الأشياء الأساسية، مخافة الله هي الأساس، لذلك يندفع الإنسان فيضحي بأغلى ما يملك من أجل أن يبقى أو يرضي ربه تبارك وتعالى العظيم الذي يستحق المخافة سبحانه وتعالى. لذلك تجد يعني ربنا تبارك وتعالى عندما وصف الوصف الدقيق في يوم الأحزاب وصف الابتلاء المؤمنين بالخوف، لكن ظهرت في تلك اليوم في تلك المعركة ظهرت معادن الناس في أن الناس يعني أصبح خوفهم من الله تبارك وتعالى أشد وأعظم من خوفهم من أعداء الله. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني الخوف، التعبير حالة الخوف إلى الآن في حركة الآن، حتى علماء النفس يقول لك إذا أردت أن تعرف شخص خايف انظر إلى حركة عيني، حركة العين تدل على أنه زول خايف أو الشخص هذا خايف. أحيانا حركة التنفس، سرعة التنفس، سرعة حركة الصدر تدل على الخوف. ليه؟ لأن الإنسان ضربات القلب بتزيد، وبعدين التنفس، حركة التنفس بتزيد، والحجاب الحاجز بيضغط على منطقة القلب. وربنا تبارك وتعالى عبر في هذه المسألة: وبلغت القلوب الحناجر، يعني كأن القلب من شدة ضغط الحجاب الحاجز على القلب وصل إلى مرحلة الحنجرة، فظهر جليا على شخص الإنسان. وحتى ربنا تبارك وتعالى وصف المنافقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فيحصل في لأن ذلك الحال لها رهبة ولها مخافة. لكن عندما يقدم الإنسان، هذا ما فعله الصحابة ويفعله الناس من بعدهم ممن يقتدي بالصحابة رضوان الله عليهم، عندما تأتي المخافة الحقيقية لله تبارك وتعالى تندفع كل المخاوف وتذهب كل المخاوف من أي شخص أيا كان، ويبرز أمام الناس يعني الله تبارك وتعالى، فتتسابق الأرواح من أجل رضوان الله عز وجل. نعم، هذا عن الخوف بالجملة، لكن حديثنا اليوم هو حقيقة عن الخوف من الأوبئة والطاعون والأمراض وهذه الحالة المرضية التي سرت في قلوب المسلمين. نريد أن نبحث هذا الأمر، ولكن ليس قبل أن نذهب إلى هذه الوقفة القصيرة على أن نعود بعدها لمواصلة الحديث. أسعدكم الله، عدنا لمتابعة الحديث بشأن القلق والخوف وعلاقتهما أو علاقتهما بالإيمان. دكتور علاء، يعني اليوم هناك جائحة كورونا التي تجتاح العالم كله، وهذه الجائحة سببت ظاهرة تناقل الأخبار وخصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الجوالات الهواتف المتحركة من واتساب وإلى آخر باقي هذه البرامج.
تدفق هائل ومنفلت وغير مدقق ولا متحرن عنه للأخبار والمقاطع المصورة والمسجلة، هذا أربك الناس وأنتج حالة من الخوف والقلق الشديد، بحيث أنه صرنا نسمع عن في بلاد المسلمين من يشرب المطهرات حتى لا يصاب فيقع صريع هذا الشراب، ثم بعد ذلك نسمع حالات انتحار خوفا وقلقا من هذه الجائحة، حتى لو لم تكن هذه النسب كبيرة لكنها مؤشر على حالة تسري بين المسلمين. بما يمكن تفسير هذه الظاهرة في مجتمع ينبغي أن يكون مطمئنا مستسلما لقضاء الله وقدره؟ الحقيقة طبعا يعني هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر وهذا الكم الهائل الذي ذكرته أخي دكتور إيهاد، من المعلومات التي في طياتها يعني إخافة للناس، ودائما يجب أن نعلم بأن الناس بالجملة يخافون من أمرين، الأمر الأول الخوف من الموت، والأمر الثاني الخوف من الرزق. دي أشياء أساسية يخاف منها الإنسان بطبيعته على وجه الأرض، وأي إنسان على وجه الأرض يخشى يعني الموت ويخشى الرزق. وسبحان الخالق عز وجل أن هذين ليس لأحد غير الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي كتب الآجال وقدرها، كما قال الله عز وجل لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأما الأرزاق فهي ليس بيد أحد، فالله تبارك وتعالى يقول في السماء رزقكم وتوعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا داعي الخوف من هذين أصلا، لأن الله تبارك وتعالى عندما قدر الآجال قدرها منذ قديم الزمان، وإنما نحن نأخذ الأسباب فقط ونلتمسها. يعني الإنسان يعني يأخذ الكمامات ويأخذ يضع المطهرات على بيته ويغسل يعني يده كما بينت الشريعة من زمان، يعني كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الجائحة أو لغيرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الوبائيات رسم قاعدة مهمة، أنا حقيقة أوصي بها جميع إخواني من المسلمين، هذه القاعدة المهمة حتى لا يعني يدخل الخوف إلى قلوب الناس ويتسلل إلى قلوب، فيجعل بعض الناس يتنازلون حتى عن قناعاتهم الشرعية التي أصلا مفترض أن يؤمنوا بها، قناعاتهم في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع الله عز وجل. سألت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال عليه الصلاة والسلام هو يعني عذاب يرسله الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده، وجعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين، ولا يكون من عبد يأتيه الطاعون فيجلس في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس في بلده صابرا محتسبا، يجلس في بلده لا يعلم أنه لا يضره إلا ما كتب الله له، وهذه قناعتنا الشخصية كما قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك الإنسان يجب عليه أن يعلم في توكله على الله تبارك وتعالى وأنه لن يصيبه شيء إلا بأمر الله تبارك وتعالى، مهما عظمت الابتلاءات، مهما عظمت الأمراض، مهما عظمت المصائب، فإذا أراد الله تبارك وتعالى لك الإصابة فاعلم أن في ذلك حكمة، أن الله تبارك أراد أن يصيبك بهذا لحكمة يعلمها هو تبارك وتعالى. فلذلك المؤمن الحق هو الذي يستجيب لهذه التوجيهات المباركة فيكون مقتنعا قناعة تامة أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فلذلك الأمور كلها مدبرة، تدبير إلهي، تدبير من الله تبارك وتعالى. والمؤمن الحق في إيمانه بهذه الأمور يستسلم وينقاد الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب والطمأنينة التامة أن هذه الأسباب مجرد يعني أمور يفعلها الإنسان وأنها لا تدفع قدر الله تبارك وتعالى بالجملة، وإنما يأخذها الإنسان ليحقق المعتقد الصحيح في هذا الجانب. ما ذكرته دكتور على أمر مهم، لكن في الواقع كثير من المسلمين يتداولون على ألسنتهم ما تفضلت به من أن الله سبحانه وتعالى مدبر كل شيء ومسبب الأسباب وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هذه الأمور يتداولها المسلمون على ألسنتهم ومع ذلك نشهد هذه الحالة من الخوف والقلق والهلع. أريد أن أسألك هنا عن موضوع الإيمان،
هل هذا يؤشر على نقص في إيمان المسلمين أم يؤشر على وجود نوع من الجهل وقلة الوعي أم يؤشر على يأس من رحمة الله ومن روحه؟ الحقيقة طبعاً ضعف الإيمان يجب أن نعترف بأن ضعف الإيمان يظهر أثره على جوارح وتصرفات الإنسان، شيء طبيعي جداً، لأن العقيدة الإسلامية كما يقولون حقيقة إيجابية فاعلة، بمعنى أنها إذا استقرت في قلب الإنسان سعت إلى تحقيق ذاتها في صورة عمل صالح في تصرفات الإنسان، في أخلاقه، في سلوكه، في تعاملاته، في كل شيء. ودائما ضعف الإيمان يقود الإنسان إلى ما لا تحمد عاقبته، شيء طبيعي وشيء يعني أصلا لذلك تظهر تصرفات الناس بحسب قدرة الإيمان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك لما تقول هذا أضعف الإيمان لإنكار بالقلب، ده معنى هذا أن درجات الإيمان هي التي تؤثر على مسألة الإنكار، إنكار المنكرات التي أمر الله تبارك وتعالى بإنكارها. وكما قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فالإيمان طبعا في قلب الإنسان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات التي يفعلها الإنسان، طبعا أي إنسان مسلم يجب أن يعلم أنه باستطاعته أن يقوي إيمانه أو أن يضعف إيمانه. طبعا مع أن هناك فرق بين أصل الإيمان وبين كمال الإيمان، الإنسان قد يكون مسلم تحت دائرة الإسلام ولكن يكون إيمانه ضعيفا، والإيمان يقوى بفعل الطاعات، يعني كأمهات العبادات اللي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه وفي شريعته وغير ذلك، وقراءة القرآن، وإنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذه الزيادات تؤثر على تصرفات الإنسان. لذلك الذي نراه الآن هو ضعف واضح جدا في التعامل والتعاطي مع الأحداث. والحقيقة في مسألة مهمة يمكن تتعرض لها أنت في أثناء البرنامج، وهي يعني أثر الخوف على الفكر الإسلامي نفسه، يعني هل ليس تصرفات الناس هذا معذرة دكتور على هذا سنبحثه في الجزء الأخير من هذه الحلقة، لكن جنابك ذكرت بأنه وهو طبعا موقف المسلمين بأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، لمجرد أن يأتي المسلم طاعة يزداد إيمانه أم أنه بالكيفية التي يقوم بها بهذه الطاعة؟ وطبعا كلامك صحيح، أن الشريعة أصلا عندما جاءت بالطاعات بيّنت يعني هذه الطاعات بيانا واضحا وشافيا لا لبس فيه ولا غموض. والإنسان الذي يريد أن يتقبل الله تبارك وتعالى من طاعته ويريد أن تؤثر هذه الطاعات على إيمانه يجب عليه أن يأتي بها على وجهها الذي شرعه الله تبارك وتعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك تجد أن بعض التكاليف الشرعية جاءت في كلام الله تبارك وتعالى أو بعض العبادات جاءت مجملة، فجاء بيانها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تبارك وتعالى أعطاه حق البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لذلك قد يكون الخلل ليس في أداء الإنسان العبادة، وإنما يكون الخلل في كيفية أداء الإنسان لهذه العبادة. يعني قد يصلي صلاة لا علاقة لها بالصلاة ويصوم صوما لا علاقة له بالصوم، فلا يؤثر الصوم على سلوكه ولا على أخلاقه ولا على جوارحه. فالإنسان يصوم عن الطعام والشراب ويترك بقية المعاصي، تجد طول صيامه يتوسع في معصية الله تبارك وتعالى. ومفترض إذا صام الإنسان يصوم تصوم جوارحه ويصوم لسانه وتصوم عينه ويصوم سمعه ويتصوم كل الجوارح، هذا لذلك الصيام يحقق المقصود الأساسي هو حصول التقوى، حصول التقوى لعلكم تتقون. فالتقوى هي نفسها هي المؤثرة في قلب الإنسان. لذلك قد يكون الخلل في كيفية أداء هذه العبادة، بمعنى أن الإنسان أداها بالطريقة غير الطريقة المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى، فلم تؤثر على إيمانه ولا بالتالي لم تؤثر على جوارحه ولا على أخلاقه ولا على سلوكه. ولذلك حقيقة مهمة جدا لا بد أن نعلمها، أن هناك تلازما بين الأخلاق وبين الإيمان الموجود في قلب الإنسان. لذلك أكمل المؤمنين يعني إيمانا أحاسنهم أخلاقا أو أحسنهم أخلاقا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك للتلازم، إذا نظرت إلى أيام التكليف الأولى التي يعني كل فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، تجد هناك تلازما واضحا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهنا تكبير الله تبارك وتعالى معه طهارة الثياب، وهذا يعني يخبرنا بأن هناك تلازما بين ما يكون في قلب الإنسان وما يكون في جوارحه وتصرفاته.
فهذا هو المفهوم الشامل لهذه العبادة، وإلا إذا أديناها كيفما كان فإننا لا نرى أصلا يعني شيئا من المقاصد الأساسية التي من أجلها شرعت العبادات على جوارحنا ولا على أخلاقنا ولا على سلوكنا. هل الخوف المتحقق من هذه الأوبئة ومن خاصة من كورونا، هل هذا الخوف داخل في إرادة الناس المسلمين وتحت سيطرتهم أم أنه خارج هذه الإرادة والسيطرة؟ وهذا طبعا بطبيعة الحال يقودنا إلى سؤال خفي من هذا السؤال، وهو إذا ما كان المسلمون يعصون الله في هذه في هذا الخوف من عدمه. طبعا الإنسان الخوف الذي هو داخل تحت دائرة التكليف الإنسان يستطيع أن يتجاوزه، لأن هناك خوف خارج عن دائرة التكليف كما ذكرنا سابقا، وهو الخوف الفطري الجبلي الذي هو موجود عند كل المخلوقات. لكن في خوف داخل تحت دائرة التكليف، بمعنى أن الإنسان مكلف فيه أن يفعله، يعني إلا على قول الجبرية، وهذا طبعا مذهب معروف من زمان، الإنسان مسير بمعنى أنه ليس له إرادة وليس له قدرة، وهذا كلام مخالف لنصوص الشريعة الواضحة البينة. لكن أي إنسان له قدرة وله إرادة، وإلا إذا قلنا ليس له قدرة وليس له إرادة، هذا معناه يعتبر طعنا في التكليف الشرعي الذي امر الناس بالطاعه، وامر وطعنا في العقاب الذي اعده الله تبارك وتعالى للعصاة. فالانسان العاصي لله تبارك وتعالى يعاقب باعتبار ان له اراده على ترك المعصيه، وكذلك الانسان الذي يعني الذي ترك العباده يعني عاصي ويعتبر ويعاقب باعتبار انه ترك امرا من الامور له قدره وله اراده على فعلها. فلذلك مثل الخوف هذا ربنا قال ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا معناها الخوف هذا الإنسان باستطاعته وبإرادته أن يتركه. وقد يسأل بعض الناس، أنا طبعا بقى عندي فوبيا، يعني أنا تلقى بعض الناس الآن الخوف أصبح عندهم مرض نفسي، يعني تجد بعض الناس يقول لك والله أصبح الخوف عنده شيء نفسي، بمعنى أنه دائما يخاف من الموت، وتجده دائما يعني يحلم في المنام يرى رؤيا دائما تتكرر عنده الموت أنه مات وأنه كذا. فطبعا يعتبر ده مرض نفسي. الآن وصل الإنسان لمرحلة المرض النفسي، وهذا لا بد له أن يعالجه. نعم. وله القدرة على معالجته. وسبحان الله، الحل الوحيد والعلاج الناجع للخوف الموجود في قلب الإنسان هو إكثار الإنسان من التعلق بالرحمن تبارك وتعالى من خلال قراءة القرآن بتدبر. طب ما رأيك أن نؤجل الحديث عن هذا الموضوع العلاج إلى المحور الأخير دكتور إذا أذنت لي؟ طبعا يعني هذا يعني سنعالج كيف عالج الإسلام هذه الظاهرة وكيف تعامل معها وما الحلول التي أطرها لظاهرة الخوف وأشياء أخرى سنبحثها بعد فاصل أخير، فابقوا معنا. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، وحديثنا عن الخوف وعلاقته بالإيمان، وحديثنا في هذه الحلقة مع دكتور علاء الدين الزاكي أستاذ الشريعة في جامعة الخرطوم. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى دكتور علاء الدين. أريد أن أسألك عن العلاقة بين الواقع من وهن وضعف وتحكم الأمم بالمسلمين والخوف، هل يمكن أن يكون الخوف أصلا لكل هذه المشاكل التي تعاني منها الأمة؟ ربما هذا بشكل أو بآخر يرتبط بسؤال آخر عن الآثار النفسية والفكرية والاجتماعية على الأمة من جراء ظاهرة الخوف التي تعتري قلوب المسلمين. الحقيقة إضافة لما ذكرناه سابقا أن الخوف يعتبر وسيلة من الوسائل المستخدمة
لتحقيق الطاعة وامتثال الأوامر. الله تبارك وتعالى يعني ذكر في قوله عز وجل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. وذكر انه في قصه ابراهيم عليه السلام كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. يعني دائما الخوف يعتبر من اعظم الوسائل للطاعه والامتثال. ذلك المولى تبارك وتعالى ذلك يخوف الله به عباده، يعني يستخدم تبارك وتعالى انه اعلم بحال هذا المخلوق من غيره تبارك وتعالى. يستخدم دائما التخويف وسيله من وسائل الرضوخ والطاعه. لذلك بتجد ان بعض العقوبات الشرعيه جاءت من باب الردع والزجر، لان الانسان بطبعه اذا لم يحصل له زجر وتخويف سيتمادى في قضيه المعصيه. ذلك المولى تبارك وتعالى لما قال ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، بمعنى انه من قتل يقتل، وهذا من باب الزجر والردع حتى الانسان يعلم انه اذا قتل يقتل، لن يقدم احد على قتل شخص اخر. وكذا اقامه حد الزنا وحد الخمر وكذلك الحدود الاخرى الشرعيه من باب الردع والزجر. لذلك الان سبحان الله انه كذلك ويخوفونك بالذين من دوني، يعني كذلك ما دون الله تبارك وتعالى يستخدم الخوف كوسيله من وسائل التغيير العقائد والاخلاق والسلوك. وده الان السائد في العالم الان الموجود الان في هذه الايام، انهم دائما يستخدم. لذلك الان ينتج الناس اعظم وافخم الاسلحه من اجل التخويف، ويتباهى الناس بصناعه الاسلحه من اجل التخويف، ويتباهى الناس بوضع العدد الهائل من الجنود والقوه وكذا. فيظهر كل انسان لقوته امام الناس بغرض التخويف. لذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر هذا السلوك في قوله عز وجل واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. طبعا دي هي اصلا اسباب دي اغلب الناس الان يبذلها في العالم من باب التخويف. لذلك الان كل واحد يفتخر بقوته. فالامه الان اصبحت اسيره لهذا الخوف الان من خلال ما ظهر وما بدا للناس من استعراض كثير من القوى لقواها الان على الساحه، حتى يخاف الناس ويحصل خوف، بالتالي هذا الخوف يمنع الناس من المطالبه بحقوقهم مثلا الشرعيه او اقامه امر الله تبارك وتعالى. لذلك ذكرنا قصة إبراهيم عليه السلام وعندما خوفوه بالآلهة، يعني أرادوا إخافته بالآلهة، وإبراهيم عليه السلام ذكر كلاما منطقيا مقبولا، يعني سبحان الله أنت تخوفني أنا ببشر ورب البشر موجود، كيف أنت تخاف أن تخوفني أنا أخاف من البشر ولا أخاف من رب البشر؟ فكيف تخاف، كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا؟ فلذلك الآن بتجد المعادلة هي صعبة جدا. فلذلك وجهة نظري أن التخويف هذا أثر تأثير مباشر على فكر الأمة، على أفكارها وعقائدها، وأثر كذلك تأثير مباشر على سلوكها وتصرفاتها. لأن الإنسان عندما يخاف من شخص معين أكيد سيعمل له ألف حساب في كل الاتجاهات في كل المجالات. فأنت بتحاول تتقي شر هذا الشخص الذي تخاف منه. أريد كلام جميل دكتور، أريد أن أسألك عن مظاهر هذا التأثير، يعني ذكرت أنه أثر على أفكارها وعلى فكرها وعلى عقائدها، لو تحدثنا عن مظاهر هذا التأثير. نعم، من أعظم هذه المظاهر الموجودة الآن في التغيير الفكري أن المسلمين جعلوا الحالات الخاصة في الشريعة أو ما يسمى بحالة الضرورة التي أصلا حالة استثنائية لا يقاس عليها، جعلوها أصلا في التعامل مع القوة الحاكمة للعالم بهذه الأيام. يعني قضية الضرورة هذه أصبحت دين عند بعض الناس، يعني جعلوها أصل من الأصول الذي يعني به، حتى ستشرق علينا الشمس في يوم من الأيام ونحن نتعبد الله تبارك وتعالى بحالة الضرورة. فانقلبت الأمور فأصبحت حالة الضرورة هي الحالة الأصلية، وأصبح الشرع هو حالة استثنائية. وده خطوطه في أنه أثر على الفكر الإنساني فأنتجت أفكار. يعني مثلا اضطر الناس أن يستقبلوا داروينية كواقع فجعلوها اساس لارضاء الاخرين. واصلا مهما بذلت كما قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني مهما حاولت ارضائهم باي فكر من الافكار لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تترك دينك
بالكلية، بالتالي يحصل هنا الرضا الكامل كما بين ربنا تبارك وتعالى الذي خلق الناس جميعا. فتجد أن مثلا قضية الداروينية الآن أصبحت الآن بعض المسلمين يعني يعلي من شأنها ويرفع من مكانتها ويعارض بها صريح القرآن الكريم. يعني كيف تجرؤ على أن الإنسان خلق بانتخاب طبيعي وأنه انتخاب عشوائي وجاء بصدفة؟ والله تبارك وتعالى يقول أنا من خلق الإنسان وأنا من أوجده وخلقته من طين، تراب إضافة إلى ماء يساوي طين، من طين أصبح صلصال وأصبح كالفخار بعد ذلك، وهذا بيانه واضح في كلام الله تبارك وتعالى. فتأتي أنت بنظرية أصلا هي نظرية ليست هي حقيقة وتصادم بها نصوص الشرع وتجعلها هي أصل، لأن الداروينية أصلا أثرت تأثير مباشر على فكر الله على أفكار لكن المسلمين. لكن دكتور يعني هل هذا التسليم بالقضايا الفكرية والنظر إلى الكون والحياة وأصل الحياة وأصل الإنسان، هل مرده إلى الخوف أم مرده إلى انفتاح المسلمين على العلم والمعارف وتطور نظرتهم إلى النص؟ هو المشكلة ليست تطور نظرة الناس إلى النص الشرعي المعصوم، لأن النص الشرعي يعني هو بدلالته التي وردت من كلام ربنا واستقرت كعقيدة في نفوس الناس لا يمكن أن تتغير ولا يمكن أن تتبدل، وتبقى النصوص هي النصوص الشرعية. لذلك أنا أقول إضافة لكلامك الذي ذكرته يا أخي دكتور بأن نظرة الناس النصوص الآن أصبح خطر عظيم جدا. يعني الآن محاولة لي عناق النصوص ومحاولة تطويعها لكي توافق النظريات العلمية المعاصرة، هذا من أخطر هذه الأمور كذلك الذي وقع فيها الناس، حتى يقولوا أن المسلمين متطورين أو بعض الناس يخافون من أنه والله يصطع الإنسان برأيه الشرعي الواضح من خلال النصوص. فلذلك تجد الآن في كثير من الأماكن حتى من النواحي العلمية، الآن لو في واحد علمي شخص من العلماء يعني أتى بنظرية علمية تصادم نظرية داروين فإنه لا يمكن أن يلتفت إليه، وربما انفصل عن عمله وربما يعني عوقب وغير ذلك. لكن أقول مثلا قضية الظنية في النصوص مثلا، الآن كثير من الناس يتعاملوا مع النصوص الشرعية فأنتجوا قضية الدلالة الظنية لهذه النصوص، وهذه أول من ابتكرها واصل بن عطاء من المعتزلة. فابتكر مع أن الظنية أصلا لا تتعارض مع دلالة النصوص على الأحكام الشرعية، لأن أغلب الأحكام مبناها على غلبة الظن وغلبة الظن لا تؤثر طيب في الدلالة. يعني طيب حتى دكتورنا العزيز، حتى لا نشرد بعيدا عن فكرة الحلقة، يعني أريد أن ألتمس منك يعني العلاقة، أن تجلي لنا العلاقة بين الخوف وبين اتباع المسلمين للغرب في نظرياته العلمية، يعني أين بدا لك هذا الخوف؟ طبعا عندما تمتلك أنت القوة في 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 الأرض في العالم يمكنك أن تفرض هذه ما تريده من أفكار من عقائد بهذه القوة لأنك تخيف الآخرين. لذلك أغلب الناس الآن المفكرين بعض المفكرين المعاصرين إما طمعا فيما عند القوة الحاكمة المسلمين العالم. بعض المفكرين المعاصرين المسلمين تقصد؟ المسلمين كان أحسن من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، لا أتكلم عن غير المفكرين غير المسلمين، إنما أتكلم إنه بعض المفكرين المعاصرين اليوم من شدة ما حصل لهم من طمع أو خوف من هؤلاء حاولوا الابتكار أو إيجاد أفكار جديدة. هذه الأفكار تؤثر تأثير مباشر. يعني مثلا أعطيك مثال على سبيل المثال حتى أبين لك الفكرة، القضية العلمانية هذه فصل الدين عن الدولة وإنه إبعاد خطاب الله تبارك وتعالى عن مسائل متعلقة بالدولة. هذه الفكرة أساساً نحن كمسلمين نؤمن بأن الإسلام شامل لكل نواحي الحياة وأنه تناول جميع قضايا الحياة، والذي يريد أن يتعلم نبين له أن الإسلام تناول قضايا السلطة وقضايا الاقتصاد وقضايا الاجتماع التي أصلاً بعض الناس يقولون أنه الإسلام دخل له بها. فتستطيع أن تبين هذا بنصوص واضحة وصريحة لا تخفى على صاحب أدنى بصيرة، ولكن هو يريد أن يعطي الإسلام ويقول الإسلام يعني تجاوز هذه القضايا ويحاول ليعناق النصوص ويترك بعض المسائل ما تتعلق بالسياسة الشرعية ويحاول أنه يرضي بها هؤلاء إما طمعا وإما خوفا كما ذكرنا سابقا بأن الخوف دائما أن العبادة دائما والقرب من الآخرين إما من أجل الطمع وإما من أجل الخوف. فهو قد يخاف من هذه المسألة فيضطر إلى تغيير معالم الدين حتى تتغير المعالم الأساسية. ولذلك أقول بأن الرابط بينهما دقيق جدا، الخوف يدفع الإنسان إلى التقرب إلى الشخص الذي يخيفه المخوف منه، وهذا يدفعه إلى تغيير بعض أفكاره إرضاء له، ولن يرضى عنه كما بين ربنا تبارك وتعالى حتى ولو قدم إلا أن يقدم دينه قربانا بالكامل قربانا لهذا الشخص، وحينها يحصل له الرضوان من ذلك الشخص. طيب. فلذلك
يعني انا الامثله في هذا الباب يعني كثيره جدا. بعض الناس الان حتى نحصر الامثله دكتورنا دكتور علاء، يعني تحدثت عن الجانب الفكري وتاثر المسلمين بالجانب الفكري بسبب من وازع الخوف، لكن ثمة ربما تكون أصعدة أخرى أو مستويات أخرى. يعني الآن عندما يفتح المسلم جواله ويجد هذا الكم الكبير من الرسائل والصور المتعلقة بحرب مقبلة أو بفقر على الطريق أو بمجاعة ستصيب هذا البلد أو ذاك أو بهذا الوباء الذي يكتسح الأخضر واليابس وكل بلدان العالم، تراه يصاب بنوع من الهستيريا فيحول هذه المقاطع بشكل آلي أو ربما بشكل من نوع من العدوى القطيعية إذا صح التعبير إلى أحبابه وإلى أقربائه وإلى من يحبهم من أصدقائه، وبهذا يساهم يعني في تكريس حالة الخوف والهلع بين يعني كما لو أنه يلغي عقله. ماذا يمكن أن تحدثنا عن الآثار الخوف على الآثار المجتمعية، الآثار الإيمانية، الآثار النفسية في المجتمع المسلم بشيء من الاختصار؟ طبعا لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة. المولى تبارك وتعالى في كتابه قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول والى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني سبحان الله، المولى تبارك وتعالى يحذر الناس من اذاعه يعني نشر اخبار الامن واخبار الخوف، لانه اخبار الامن قد تكون فيها افشال اسرار المسلمين، واسرار الخوف قد يكون فيها اضعاف للامه المسلمه. لذلك الان الحرب في العالم ما عادت حرب يعني نوويه، يعني ما ممكن تحمل لك قنبلة نووية الآن زينة 3000 طن وترميها في منطقة وتقتل بها آلاف. لا، الآن ممكن تأخذ لك فيروس بسيط ما يساوي تقريبا 1 جرام وتلقيه في منطقة وتنتهي من العالم كله بحرب بيولوجية تستخدم فيها مثل هذه الأسلحة الحديثة. ولذلك الآن إذاعة الأخبار ونشرها خطر عظيم جدا، وتهويل الأمور وإعطاها أكبر من حجمها خطر أكبر، يجعل الناس في حالة خوف وهلع، وهذا الخوف قد ينسحب على سلوك وتصرفات وأخلاق الناس، ويجعل الإنسان أكثر خضوعاً وأكثر ذلاً وأكثر انكساراً وأكثر تغييراً لسلوكه. لذلك المسألة ما فيها الآن الذي خطر الذي يهدد الأمم المسلمة الآن، أنه إذا آمنا بنظرية المؤامرة في هذا الفيروس وقلنا منه فعلاً هناك مؤامرة بغرض تطويع الناس وإخافة الناس، هذا قد نشر أخبار أكثر كذباً في هذا الموضوع قد يؤثر في نسبة الخوف الموجودة عند المسلمين. لذلك الآن يجب على الأمة المسلمة أن تتعامل مع كل حدث كما ذكرنا سابقا تعاملا شرعيا، وأن المرض إذا حل مهما كان حجمه ومهما كان وزنه عندنا الطريقة الشرعية للتعامل معه، لكن إعطاه أكبر من حجمه وإذاعته بين الناس. الآن ترى كما أكدت أخي دكتور جهاد أن بعض الناس الآن لديهم الآلات في أيديهم، الوسائل حق التواصل موجودة مبسوطة بين أيديهم، ويستطيع الإنسان أن ينشر أي خبر مهما كان. فالآن يعني مثلا يقول الله فيروس كورونا استطاع أن يقتل كذا 1000 نفر في لحظة واحدة واستطاع أن يفعل كذا. فالتهويل الآن الموجود لهذه المسألة رغم وجود المرض ونعترف بوجوده، وهذا شيء عادي كان الطاعون من قبل موجود وغيره من الأمراض التي أصلا كانت موجودة من السابق والوبائيات، لكن في نفس نعطي كل شيء قدره، لأن إذاعة الخوف كما بين ربنا تبارك وتعالى خطر، ويجب كما ذكر ربنا تبارك ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، بمعنى أنه يرد الأمر إلى أهله حتى يبين الأمة كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور، وتقتنع الأمة بتوجيهات أهل الاستنباط وأهل المعرفة والدراية لكلام الله تبارك وتعالى حتى تستقيم على الجادة وعلى الطريق المستقيم وتحقق المقصود الشرعي. لا أحد يستطيع أن يتصرف في هذا الكون، لا أحد يستطيع أن يتصرف في هذا الكون إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. لا أحد يستطيع أن يمرض أحدا، لا أحد يستطيع أن يقدم شيئا، لا أن يقدم أو يعز أو يذل أحدا من خلق الله إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. وإذا أذن الله عز وجل بأمر من الأمور فاعلم أن في إذنه حكمة يعلمها هو تبارك وتعالى. طيب دكتور، الواقع الآن يعني الصورة تبدو كما سأمثل لك بالمثال التالي. يعني يأتي أحدهم يصمم رسالة صوتية أو مقطعا مصورا متقنا فيه شيء من الاحترافية ثم يرسله بين المسلمين، فبمجرد أن تصل إلى رقم أو رقمين أو ثلاثة فيبقى المسلمون يشتغلون بأنفسهم فيتداولون هذه المقاطع فيما بينهم ويرتفع منسوب الخوف فيما بينهم وتحدث الفوضى ومن دون أن يتدخل هذا الخارجي. هذا الواقع من غياب الرؤية النقدية عند المسلم. يعني المسلم الآن عندما تأتيه هذه الرسائل
لا يعني ينظر إليها برؤية نقدية بحيث ينقدها، كثير منها يحتاج إلى التدقيق إلى التحري. هذا الواقع إلى ما يمكن أن يقود المجتمعات الإسلامية؟ إلى ما يمكن أن يقود المسلمين برأيك إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه؟ هو من أعظم المسائل المهمة في الشريعة التثبت كما ذكرت عند نقل الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، يعني الإنسان يتثبت. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كأنه يعني هذا الواقع اليوم، عند في الحديث الصحيح الذي عندما عرج به إلى السماء ورأى رجلا ملقى على قفاه يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فآخر الحديث قال سأل جبريل من هذا؟ قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ عنه الآفاق. يعني بمعنى هذا أن الإنسان المسلم مطالب عند حصول الأخبار بالتثبت وعدم المساهمة والمساعدة في ترويع المسلمين وزيادة الخوف في قلوبهم، لأن هذا يفت في عضدهم. طيب نعم نعم، نذهب إلى فاصل ثم نكمل ما تبقى من هذه الحلقة بعد قليل إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. دكتور علاء، تحدثنا عن أن الآن المسلمين يتناقلون الرسائل هذه المتعلقة بالفقر والكورونا وإلى آخره، كما لو أن هناك يعني الحس النقدي لدى المسلم فيما يتعامل في تعامله مع هذه الرسائل، مع هذا التدفق للأخبار غائب، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس فطن، وفي حديث آخر الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، أو في رواية أخرى فهو أولى بها. يعني هذه الحكمة وهذه الفطنة يبدو أنها تغيب عن بعض المسلمين في تعاملهم مع هذه الرسائل المصورة والمتدفقة عليهم، فيما يساهمون بشكل غير مباشر في تكريس حالة الخوف والهلع. استمرار هذه الحالة إلى أين يمكن أن تقود المجتمع المسلم والمسلمين عموما؟ الحقيقة طبعا لا بد أن نعلم بأن التمادي في مثل هذه الأحوال والاستجابة لمسألة الخوف الذي انتشر بين أوساط المسلمين لا شك أن نتائجه يعني وخيمة جدا. وأقول بأن العالم بعد هذا المرض سيكون متغيرا تماما على ما كان عليه قبل هذا المرض، وأن هذه الحالة التي ضربت الآن على هذا المرض وهذه الأشياء التي الآن انتشرت في وسائل التواصل لا شك أنها ستحدث يعني آثارا عظيمة على حياتي، على حياتنا، إما سلبا وإيجابا. والحقيقة أنا أتوقع أن الأمة المسلمة تحدث فيها هذه الأشياء آثار إيجابية وليس آثار يعني سلبية، بمعنى أن القناعات الشخصية وتوجه الناس إلى الله تبارك وتعالى والتعلق بالله عز وجل وقدرة الله تبارك وتعالى على التصرف في هذا الكون وأنه قادر على كل شيء، هذه المعاني قد تقوي من إيمان الإنسان وقد تزيد الأمة إيمانا بأن هناك قوة وقدرة فوق البشر تتحكم في هذا الكون. وأنه يعني الحقيقة التي يجب أن يعلمها الناس بأن هذه الفيروسات وهذه كل المسببات للأمراض هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، وإن حاول بعض البشر التصرف في بعض صفاتها الوراثية بفعل الحركة العلمية العادية، لكن الأصل فيها أنها مخلوقة لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الإنسان عندما تتكشف الأمور بعد ذلك ستصل الأمة إلى قناعة شرعية بأن هذا الكون يعني يتصرف فيه المولى تبارك وتعالى، وهذا يعطي قناعة واقعية للأمة بأنها تعود إلى ربها تبارك وتعالى، وتعود الأمة إلى سابق عهدها
وأن كل إنسان يعرف مقامه في هذا الكون، وأنه لا يستطيع مخلوق التصرف يعني في هذا الكون. وإن كانت هذه القناعة متحققة عند المسلمين، لكنهم سيلمسونها لمسا عمليا. دكتور، كيف يمكن للمسلم أمام أعين أثرها التطبيق العملي؟ نعم، رأي يعني العين. نعم. طيب دكتور، يعني كيف يمكن للمسلم أن يحمي نفسه وعائلته وخاصته من آثار هذا الخوف، بحيث أنه يقلل نسبه وصولا إلى إزالة هذا الخوف، انطلاقا من الرؤية الإسلامية أو الفلسفة الإسلامية في التعامل مع مثل هذه الأحداث ومثل هذا الخوف ومثل هذه الظروف؟ لا بد أن نعمل علم اليقين. وهذه وصية نصيحة خاصة لإخواني متابعي هذه القناة المباركة، أن نقول بأن علاج الإسلام المبارك، هذا العلاج الذي جاء في كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله عليه وسلم، هو أقوى علاج وأنجع علاج. لذلك لأنه من الذي خلق السماوات والأرض من الله تبارك وتعالى، ومن الذي أعطاه الله تبارك وتعالى حق التشريع والبيان والتوضيح نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لو وقفنا مع قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة. يعني المولى تبارك وتعالى يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك، ولولا حرف امتناع لوجود، والله تبارك وتعالى منع نبيه عليه الصلاة والسلام وما ركن إليهم صلوات ربي وسلامه، لكن أراد أن يعلم الأمة بأن الإنسان لا بد أن يأتيه الثبات من الرحمن تبارك وتعالى عند حصول المصائب والابتلاءات. فلذلك أعظم وصية تكون للإنسان هو أن يلجأ إلى ما في شريعة الله تبارك وتعالى ليحصل له الثبات. الثبات على دينه وعلى عقيدته الصافية وعلى إيمانه وعلى التحلل من كل المخاوف التي قد تعتريه. أن الناس دائما يخوفون الناس بالذي هو من دون الله تبارك وتعالى، ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفون الناس من دون الله تبارك وتعالى. فبهذا الخوف تحصل تغييرات. لذلك نصيحتي في اختصار تام دكتور جهاد، أولا لا بد من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنواع القرب، على رأسه القرآن الكريم. تتعلق الأمة بكلام الله، لأن القرآن من أكبر وسائل الثبات وزيادة الإيمان الذي يؤثر على تصرفات الإنسان، كما ذكرنا في الآية السابقة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وزيادة الإيمان تؤدي إلى زيادة الخير في تصرفات الإنسان. والله تبارك وتعالى يقول وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا القرآن نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى على خلق الله. الأمر الثاني، لابد للأمة أن تحقق العبادات على وجهها الصحيح، وهذه العبادات من أكبر الوسائل. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بشرط أن تقام على وجهها. نعم، الصلاة من أكبر وسائل تهذيب الجوارح، لأنها تقوي إيمان الإنسان وتوثق صلة العبد بالرحمن تبارك وتعالى، فحينها يظهر أثر ذلك على جوارح الإنسان في صورة أعمال صالحة وخيرا ونفعا وثباتا ورسوخا وتمكنا. وقس على ذلك من الصيام والصدقة وغير ذلك، فإنها كلها وسائل بها يستطيع الإنسان أن يحقق الراحة النفسية والمعالجة لكل ما يتعلق بنفس الإنسان وتصرفاته. نعم. طيب دكتور، أشكرك على هذه المشاركة. بقي معي أقل من دقيقة، ماذا يمكن أن تقول مما لم نسألك عنه في موضوع هذه الحلقة بأقل من دقيقة من فضلك؟ أقول بأن الأمة لا بد أن تعلم حقيقة واضحة، أن وراء المحن منح لربنا تبارك وتعالى، وهذه قاعدة قررها القرآن الكريم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الله تبارك وتعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. فلا بد الأمة أن تعلم أن وراء المحن منح من ربنا تبارك وتعالى، ولا ندري أين المنح، وستنكشف الأمور بعد أيام بحول الله تبارك، ونرى منح الله تبارك وتعالى من وراء هذه المصيبة وهذه الجائحة التي حلت بالعالم أجمع. أشكرك دكتور علاء الدين الزاكي أستاذ الشريعة في جامعة الخرطوم على هذه المشاركة الطيبة. نتمنى الخير والأمن والأمان من الخوف ومن كل شعور سلبي بحق العرب والمسلمين جميعا. شكرا لكم على هذه المتابعة، في حراسة الله تعالى وتوفيقه.